وصفتنا النهاردة وصفة هتعجبك قوي، كل واحدة محتاجاها، كل راجل أو ست محتاج الوصفة دي، بالذات اللي عندهم شيب للشعر. بجد بجد الوصفة دي جميلة جدا ومغذية للشعر ومرطبة للشعر وبملو الفراغات يعني وتنعيم للشعر، وكمان ايه، لا ده هتغطي شيب الشعر كمان. لا مع ماما نونا هتوفري كتير، عايزة شعرك استنائي، عايزة شعرك بني، عايزة شعرك اسود، بجد الوصفة جبارة. اتفرجي على الفيديو من اوله لاخره وعرفي كل تكاته وحركاته عشان تعمليه عندك في البيت، عشان هتوفري كتير. الوصفة دي بتتباع بره بالشيء الفلاني، لا ماما نونا بقى جايبها لك باقل التكلفة. هتعملي شعرك بالشامبو وهتغسليه حلو قوي وهتسيبيه على شعرك دقيقة دقيقتين 3 دقايق، هتبص تلاقي شعرك هيبقى نفس اللون. هتعمليه لمدة اسبوع كل يوم، وبعد كده هتعمليه مرتين في الاسبوع. اتفرجي بقى على جمال شعرك، شعرك هيرجع زي الاول، وداعا للصبغات وداعا للكيماويات وداعا لشيب الشعر. يلا نصلي على الرسول ونتفرج على الفيديو. بصوا بقى، ده بذر كتان وحب الرشاد وقرنفل، ثلاث حاجات دول. في ثلاث حاجات تانيين، ده بن وشاي وحبه البركه. هنعمل فيهم ايه؟ هنحطهم في قلب الميه المغليه وعشان يغلوا شويه. ودي معايا حجر اسود وحنه بيجون، هما دول كل المكونات بتاعتنا. هتعملي احلى شامبو بجد. انا حطيت هنا نص لتر ميه، وهحط فيه المكونات اللي انا قلت لك عليها دي، وهنحطهم بقى على الايه، على البوتاجاز، يغلوا كده غلوتين ثلاثه وينزلوا كل بقى الايه، البهاريز اللي فيهم. واتفرجي بقى هنعمل ايه. وهحط نص معلقه كده اهو حجر اسود. حجر اسود ده هيخلي لك الشعر بقى في منتهى الجميل. عايزاه اسود؟ لو شعرك اسود هيرجع لك شعرك اسود. لو انت عايزاه بني هقول لك هنعمل ايه. بصوا بقى الوصفة دي 5 في 1، 50 في 1، يعني وصفة من الناية. مش هتحطي كيماويات تاني على شعرك خالص خالص. انا جايبة كده نص لتر مية وحطيت عليه نص معلقة ملح ليمون. هقلب كده كويس. انا حطيت ربع كمية المية هناك، انا هعمل رتل شامبو، ربع في المية اللي فيها المكونات بتاعتنا ونص رتل هنا. وهحط 50 جرام تكسبون، 50 جرام تكسبون، واقلبه كده كويس. هنزل بقى كل التكسبون اللي معايا دوت في قلب نص لتر المية. هقلب بقى كويس كده. نص معلقة الملح الليمون هتخلي لك التكسبون بتاعك يدوب بسرعة. هقلب كده كويس كويس لحد ما التكسبون بتاعي يدوب خالص. وانا حط على البوتاجاز المكونات اللي انا قلت لكم عليها، مكونات بارخص الاتمان، هتجيبي من كل حاجه ب5 جنيه. بجد بجد طبعا مكونات مش هتكلفك اي حاجه. بقول لك العبوه دي لو رحت اشتريتيها من بره برقم برقم برقم. بجد انا صعقت من لما قالوا لي يعني رقمها قد ايه. ليه؟ عشان ايه؟ اولا مش هتكلفك اي حاجه، بس تقن الفيديو حلو وتفرجي عليه كده بتأني علشان تعرفي تعملي نفس الوصفة. انا جبت هنا مصفى وجبت شراب حريم، وهصفي بقى الوصفة بتاعتي هنا عشان انا مش عايزة اي شوائب تنزل في الشامبو بتاعي. بصوا كده انا صفيت، وكمان ايه ده، انا هحط كل الخليط ده في قلب الشراب وهحصره جامد لحد ما انزل كمان الجيلاتينة بتاعت حب الرشاد وبذر الكتان. طبعا انتوا عارفين الاتنين دولك لما بيتغلوا اصلا بيعملوا ماده جيلاتينيه. ماده جيلاتينيه دي هتخلي لك شعرك ناعم كمان وزي الحريم. بصوا انا لما عصرت الشراب كمان قوي نزلت كل الخلاصه بتاعه الاعشاب ده. بصوا انا بنزل ازاي، اهم حاجه تصفيه كويس عشان ما يبقاش فيه شوائب ولا اي حاجه. قلبي بقى كده كويس، قلبي 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 لحد كمان لو في حته تكسبون تحت ولا حاجه تدوب معاكي. اقسم بالله من اول مره هتغسلي شعرك من اي زيوت فيه، وبعد كده اصلا الشامبو ده تقيل. حطي بقى كده شويه على ايديكي
يعني اعمليهم كده، رغيهم في شعرك جامد وسيبيه بقى 5 دقايق، عايزاه يبقى اغمق شويه خليه 7 دقايق، عايزاه اسود خليه 10 دقايق. هو مش هيسيب منك ولا اي حاجه، لا ده هو متماسك مع نفسه. هتعملي بقى الشامبو كده على شعرك جامد وهتسيبيه من 5 دقايق ل10 دقايق وتفرجي بقى، لا هتقولي بقى صبغه، ولا هتقولي بقى اكسجين، ولا هتقولي ان انت عايزه كيماويات، عايزه اي حاجه، لا احنا بعد كده مش هنتلف شعرنا، مش هنبوظ شعرنا. بصوا انا هنا سبته لما هدي خالص، عملت ايه بقى؟ هجيب 3 معالق ملح. ايوه 3 معالق ملح. بالله عليكي لو عملتي الوصفه دي وطلعت حلوه معاكي تدعي لي دعوه حلوه. هقلب كده كويس، وهنزل بقى في قلب على الشامبو. هقلب كده كويس، لما هنزل بالملح الشامبو هيلف معايا وهيتقل. الملح على فكرة يا جماعة بيعمل لزوجة، وبيعمل يعني بيخلي الشامبو سمكه تقيل. قلبي هنا كويس. بص هنا بقى، بصوا عامل ازاي، اوعي تكتري علشان خاطر ما يفصلش معاكي ويرجع ميه تاني. بصوا عامل ازاي، بصوا الجمال والحلاوه. الله عليك يا ماما نونا، يا سلام عليكي لما تبدعي يا ماما نونا. بجد انا كان شعري مرهق قوي قوي من الاكسجين والصبغات الصناعيه بجد، لا انا عملته صدقيني والله والله طلع في منتهى الجمال. انا كان في شويه ملح كده انا دوبتهم برده، ما خدتش كلهم على فكره، انت ممكن تاخدي معلقتين 2 بس ملح. بصوا التقل، هو ده التقل اللي انا عايزاه. انا هنا بقى هحط 3 معالق جريسلين. جريسلين حلو قوي، رطب، بيخلي الشعر فيه طراوه ورطب كده على الشعر، جميل جميل. انا حطيت كده، وهحط كمان معلقه مصدف. المصدف ده يا جماعه مش حاجه اساسيه، لا ده حاجه بس كده علشان التصوير وتدي تصديفه، انما هو ملوش اي يعني ملوش لازمه يعني، بس هو للمنظر الجميل مش اكتر من كده. قلبي بقى كده كويس يا ماما نونا. الله الله على الجميل، وصلتي معايا لحد كده، اوعي تنسي تقولي عاش يا ماما نونا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بجد الشامبو ده في منتهى الجمال، بيبان مفعوله من اول غسلة، بيبان مفعوله من اول غسلة. ولسه هعمل لك بلسم للشامبو ده، هعمل لك بلسم عشان يأكد على 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 الشامبو، يعني على سمار الشامبو بالظبط. انا سبته كده يهدى شوية. بصي بقى جيت لك بالجمال والحلاوة، جيت لك بالجمال والحلاوه والاناقه والشياكه، لا 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 مش قادره اقول لكم. بصوا بقى انا هنا بقى، اي بقى ريحه برفان عندك، اي ريحه معتره عندك، حطي منها 5 جرام 3 جرام وقلبي بقى كده. بصوا التصديفه والجمال والحلاوه، يعني الشريب الغالي ليه لما انا اقدر اعمله؟ الشريب الغالي ليه؟ بصوا الجمال، تاخدي الحبه كده وتدعكي بيهم شعرك، شعر دماغك كده كله، وتسيبيه دقيقه دقيقتين 3 زي اللون اللي انت عايزاه. بصوا هنا بالتجربه هوريكي التجربه عامله ازاي، وهوريكي بغسل بيه بقى الرغوه بتاعته كمان عامله ازاي. بصوا الجمال، بص الحلاوه، ايه الحلاوه دي يا ماما نونا؟ بجد بجد عاشت ايدك يا ماما نونا. جربي الوصفة ديك، واوعي تجيبي صبغات تاني باكسجين تاني وتهلكي شعرك وتهلكي فتلة شعرك، لا بجد بجد احنا يعني كده في منتهى الجمال، ولا كيماويات ولا 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 تلف للشعر تاني ولا اي حاجة، وشعرك هيرجع زي الاول واحسن من الاول. بصوا كده عامل نازل ازاي، انا هوريكي كمان الرغوة بتاعته عاملة ازاي. حط شوية مية كده ورغي بقى على شعرك بقى كده، الله الله على الجمال. والبرفان اللي انا حاطاه الريحة الزيتية دي في منتهى الجمال.
هعمل بقى البلسم كمان بتاع الشامبو ده ان شاء الله. انا هنزل الفيديو دوت ووراه ان شاء الله هنزل بقى البلسم كمان. بصوا الجمال والحلاوه. ما تنسيش تقولي عشية منونة، ويا ريتك تحطي اللايك. اوعي